صخور تروي عظمة أحداث وقعت في هذه المنطقة، وعلى خطى من عايشوها نعود إلى المكان. الجرف 52 سنة من قبل عندما تكلمت البنادق. يعني لو شيء اللي شفته يعني الناس راهي تذكرت من انا نسيت ربي، يعني لو شيء اللي سلطوا علينا ما عنده حتى مثل، وانما كانت الايمان والثقه والرجوله الموجوده، وكانت القياده محكمه، وجه التوجيه محكم. لماذا حتى وقعت المعركة هذه في هذا الجهة بهذا الحجم؟ ولماذا حتى جي حوالي على كلين يقول حوالي 40,000 فرنسي؟ أنا ما نقدرش نحدد، ما تابعناش مليح في الأول. لماذا حتى جي بهذا القوات حتى من المهارة نتاع الصحراء جابتهم؟ يعني الهجانة هذوك تاع الجمال جابتهم، جابت من تونس، جابت من المغرب، جابت من فرنسا لأجل مسح المنطقة هذه، خلاص لأن أثرت عليها بمعارك وبعمليات كبرى. معركة أم الكماكم اللي حضر فيها قائد شيحاني العديد من القادة نتاع الجهة، وكانت معركة كبيرة. وعلى هذا الاستعمار كي جاء في المعركة هذه ونجاح للثورة في المعركة، وسبقتها معارك أخرى مثل معركة الزرقاء وبعض المعارك زيادة على المناوشات. ففرنسا لهنا ركزت على الجهة، والخبر ما تموتش بني راهو قائد الثورة راهو موجود في الجهة في المنطقة هذه. وعندما خرجنا من معركة أم الكماكم، الجيش والقيادة توجهنا إلى المكان هذا، قلعة الجرف. وقلعة الجرف هذه مكان محصن، فيه صخور كبيرة لتحمي المجاهدين من القنابل نتاع الطائرات ولا المدفعية. وفي نفس الوقت كل التموينات إن كانت ذخيرة حربية أو تموين موجودة في هذا المكان. في الحقيقة نحن قبل المعركة بحوالي 15 يوم كان شيحاني رحمه الله أعطى أمر للجيش باش يروحوا يجيبوا المناظرين وكبار المسؤولين تاع الجهة باش يحضروا اللي قال تاع ود هلال. جاتوا معلومة من خنشلة يقولوا له يا شيحاني اخرج من الجبال تاع الممشى، راهي فرنسا مجندة أكبر عدد باش تدخل جبال الممشى. هو شيحاني كان أعطى العهد باش يحضرك اللقاء، ما قدرش يخرج ويخلي اللقاء اللي راه عطاه عليه الامر باش يكون. وانعقد اللقاء بالمكان المسمى راس الطرفة. القائد شيحاني بشير يلقي خطابا دام اكثر من 3 ساعات امام جمع غفير. لمينا الشعب، جانا الشعب من خنشلة، جانا من مسكيانة، جانا من الضلعة، جا من الشريعة، جا من تبسة، من العاتر، من فركان، من نقرين. المسؤولين اللي كنا نحنا وأعيان العراش كلهم جوناهم. عملنا ملتقى، عملوا شيحاني بشير رحمه الله واختب خطبة على هك المناضلين، وعلى من جملة الخطبة متاعه نشفى عليها كما الآن، يهز يده هكذا يقول الله أكبر. يا شعب، يا جزائريين، أن فرنسا لا تملك شبر واحد في هذه الأرض. كانت الثورة كي تتلبوا الثورة، دعم الثورة، والثورة هي ناجحة بحول الله، هي ناجحة مش لعب.
ما تاخذوش دعاية فرنسا تقول ثلاجة ولا ثلاجة. الثورة راهي مضبوطة بخطة شريفة ناجحة. شي هذه الله يرحمه هو حماتي بالخطاب نتاعو، يعني ولو نتكلموا صلى بينا جمعتين في جبال، جمعة في واد هلال بعد المعركة نتاع أم الكماكم، وجمعة في شديدة. كي يظل يتكلم الرجال تظل تتباكى. فرنسا عملنا معها كل المحاولات ما أتتش بنتيجة. الحل الوحيد هو الكرطوش. اجتماع دار الصفا هو قوى الجهة وطيح بسمعة السلطة الفرنسوية، وفعلا كان ملتقى ناجح أكثر من 100% نتيجة القناعات اللي وصلت للمواطنين وللمناضلين وحتى الطلبة نتاع المعاهد من قسنطينة ومن بسكرة، كان ناجح بهذا الطريقة. تم الاجتماع وفي هذه اللحظة تسربت أخبار للعدو الفرنسي من هناك جيش في معركة الجرف، وقي القيادة نتاع الناحية هذيك كيما نقولوا ورثنا في الوقت هذاك. فرنسا بدات تخمم وبدات تجمع في القوات نتاعها باش تكون يا سيدي على عهدة استعداد الهجوم على المجاهدين في هذه القلعة. فرنسا جاية تشكل عن ناحية خنجلة وعن ناحية بسة وعن ناحية بير عاتل وعن ناحية نجرين وعن ناحية الصحراء مسجلة. جاية تركز في شي حال. كل يوم يا يتقدموا بشوي، كل يوم يتقدموا حتى وصلوا لنا، حتى وصلوا قدام الإدارة، يعني كاين حتى عين نتاع المال فما شدوها علينا. ما عندناش عندنا، ما عادش نقدروا حتى المال نجيبوه. الاستعمار هز معلومات وخلا معلومات رسمية باللي راهي موجودة القيادة هنا في الجرف، وكانوا يظنوا مصر بن العيد وغيره موجودين هنا في الجهة دي، وفعلا كي جا مقطع مر من هنا الجرف. ما لا جابت القوات نتاع الشرق الجزائري كله، جابت لنا حتى في الوقت ذاك يسموه الطابور المغربي، المغاربة كانوا معاهم والتوانسة كانوا معاهم. الور قلبت علينا الدنيا توت لي تو فرونسا زون تونيزي دون لو سود لي زافيون تاع نتاع لي بومباردي تاع فريق لانسيركلمون ايتي بارفي كومبلي. شوي جاني بعث لي السكرتير نتاعه محمد الشامي، قال لي يقول لك في حالي ما فيه راني مسركل في الجرف لازم تجيني انت والجيش نتاعك. جيوش عميقة، جيوش ما عندهاش لذيذ، دبابات اطناق الابغال تريور اصحاب الخيل جابوه مع الواد من تحت. قيادة كانت وزعت قيادة كما ذكرت لجبل ملكماكم لهنا جبل نوال وجبل بوجلال، كل قائد مشى مكان باش يشغلوا الجيش الفرنسي. لظهر شريط الملك ماكم محمد بن عجرود الفرطوطة، عفيفة علي لهنا جبل بوجلال، بقي القيادة في الجرف بمنا باش تكون المعركة موزعة. الجملة في القيادة اللي قلت لك عليها الكل مش هي عارف العدد كل واحد واش عنده، عندك شي حال ما فيه بالجيش نتاعه، وعندك الغرور على البيت بالجيش نتاعه، وعجول عجول بالجيش نتاعه، وسيدي حمدي بالجيش نتاعه، هذه نتاع الولاية نتاع الأوعد، وجبار عمر والوردي قتال، هذوما بالجيوش نتاعهم الكل في الجرف. On était face à face aux Marocains. Après, les Marocains viennent de la Légion étrangère. Ils sont rangés, ils sont bien rangés en bisquet. La troisième, c'est les parachutistes. On a repéré vous ou la rejoint que vous avez. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
يعيطوا بريمير سكسيون افان دوزيام سكسيون افان وقت الوقت المعركة على كان القيادة محمى الثالث الأطفال فوج منه يدافع على جهة الشرق وفوج من زهرة يدافع على جهة القبلة وفوج من جهة الجنوب يدافع على الجنوب وجاي من يدافع على الجهة الظهرية سلاح مليح ثمونيات وخماسيات وطامسوات ورشاشات وعندنا بياسة في زي ما تريوز موديل من أصابة نقاط مودي في فانتناف في التنار كتير أوتوماتيكة تتبارتي لبرانسي بعض البريميزي كانو دوزيان لبيدي طوازيان لفانتاليات كتريان لفارب الموبيل تانيان مكانيز دي ديبان البريميز خوباركو دوزيان بالرفاق سيزيان لفروس بلوكاليات ساتيان لبواط سرجور فانقات ما يام فانسين تهز شادها خزان البيات واحد خادم في المونيتير معايا ومسو شاد البيات رجال عسكر ده اول ما بدا يبدو طيار يحكموا الواد من الراس وحتى طيار يضربوا يضربوا هذا نار له حتى تظلم الدنيا العسكر اكلكم جدا هيدا دامش المجاهدين حاكمين الخنجة من فوق وحاكمين الخنجة من المناطة من ظهر كاين كيفان ما يبدو شهرته من قبل كاين كيفان ما يبدو شهرته كيف متقدمين ضربناهم على بالك ان شاء الله الجرح راكم تشوفوه الاماكن محصنه نحن تحت الاحجار كي يضربوا بالقنابل ما يديرونا حتى شيء هم يتقدموا لنا نحن نضربوهم يقعوا الاموات يرجعوا هكذا النهار كامل لليل المغرب يغرب القتال يحدث تلقائيا من الطرفين انا ريزيستي لو برومي جور جي في لو تور جي في لو تور ان طونك ميديسان افيك ما فاليز ديرجونس يا اوكان بليسي اوكان مور لو 22 على خطرش هو وشي هو مخابي ومهشيم تاع كيفان طايحة على بعضها تاع حجر كي يضربك العسكر ولا الطيارة ولا المدفن عنده وقت ما عنده ما يقضيك نحن قابضين ناحية وهما قابضين ناحية اللي يدخل للوادي يموت ضربونا بالطائرات طيحنا ثلاث طائرات وإلى حد الآن راهم الهياكل نتاعها الموتورات نتاعهم راهم الى حد الان راهم موجودين في الجرف هذه الطائره الطايحه هذه طايحه هذه ما هبطها الجيش المجاهدين كنت النهار الثاني استمرت المعركه بكل انواع الاسلحه حتى نفس الليل كامل زدنا عاوز باش نزيدوا نخرجوا ما لقيناش حل حاولنا الخروج ما قدرناش نخرج رجعنا للأماكن تاعنا نهار الثالث الصباح جاب من العسكر راهو يطيح الأرض عريانة الأرض الأشراف هذوك اللي راهم مقابلين عرية كي جاب العسكر يتضرب اللي يطيح واللي يهرب النهار مع طول ونحن كيكة حتى العسكر اللي يموت يبقى منشور ثم ما يقدروش يقدموا له لما ما نجحش في اختراق المواقع والمدفعية ما أثرتش والطيران ما أثرش كل هكا الفرق اللي يجي اللي يموت منها واللي تروح ترجع قرر ضربه بقنابل الدخان نهار 24 في الشهر التاسع عام 55 راح طاحت علينا القنبلة انتهت الجرس بيات الجيش الكل الجيش انت على الصحراء عنده الحس تلثمنا قال لي خزاني بالبشير هذا خاتم في الهند الصينية قال لي انا ضربنا بالبومبا انت عجال الارض مشت خضاء والسجر راحت خضاء والدنيا كلها خضاء ولكن الله سبحانه وتعالى انصرنا وصبت المطر اولا فكتنا نحن ثانية حاجة سلاحك الجماعة ذوك العسكر كتبل السلاح متاعهم وعاد حتى اللي يضرب كرتوشة فيه يحبس كان كنا لو كانوا قاعدوا ثم يطولوا ونديروا إلى يتيديسيدي دو فار اون بيرسي سور لو سود كي جانا خارجين نحن ماشيين كيكا و والرفال متريت قلت لنا يلا صبحت المعركة داخل الواد فقط بين العسكر اللي موجود والمجاهدين
لذان الله أكبر أذبح أقتل في سبيل الله. الجيش الفرنسي تفاجأ بهذا الموضوع، أنهارت معنوياته، صح العسكري يقتل العسكري وصبح الفر من أمامنا، وتشابكنا باليدين بالموس بالسلاح الأبيض باليد، تلقى عنده بيونات ولا عشاري ينحيها هكا تمشي قدامي يوصل بركة يدزها له في صدره ويعقب. بعد ما صلينا وقدمنا قدام ضربنا احنا والعسكر، شديت سيدنا وشديت 11 عسكري وستة بغا، مشيت للوردي قلت له يا الوردي وش نديروا له؟ هذا ليتنا وهذا لا العسكر 11 عسكري وش نديروا له؟ وهذينا ستة بغال معبيات بالمرطوات والكلوات نتاع المرطوات. قال لي يوصل كل الوردي. لازمنا تسيب الطياره، تسيب علينا ذاك الضوء هذاك، الوردي قتال هذا عنده ثمون يضرب ذاك السنيال هذاك، كان شبه محرمه شبه كتانه هكا تتفتت هذاك طبعا. ولا بال الله اكبر الجهاد في سبيل الله، كان الواحد يعني ما واحد كي يترك لي هذا ما تسمحيش كيف تدوي الله اكبر سقط لما ما عندهاش نظير. واش تسمعي صيحه واحده الله اكبر وجينا دهمين الخروج جاب الجبل جاب من تحت الوادي هيك حسب الله ماهوش العبد الا صفه ناطح كفي بعضها. جينا دهمين عليهم اللي مات مات ودخلت بعض عاد بالسلاح سلاح بيونات وسلاح الابيض اللي هذا اللي جابك طرف قلبه يطيح واحده حتى خرجنا خرجنا بصعوبة على كل حال. فين اللي مبليسي فين اللي استشهد هم مات في 70 مجاهد في الدفعة الأولى سيدي فاكر الهجوم كيجينا هاجمين على العسكر خارجين يا سيدي وخرجنا تبقى لنا القايد شيحاني تبقى في ثم في الغار. الغار هذاك سد فيه في سبعة، فيه شيحاني بشير، فيه زروادي عبد الحميد، فيه شامي، فيه غزال، فيه جزيرة. شيحاني والجماعة اللي معاه قعدوا ثم في واحد البلاصة، قالت لو كان يخرج يموت ولا حاجة يلزم يخرج الجيش وهو، لكن مات الرئيس ما بقاش، لكن مات الرئيس تنظر الجنود ما عادش من يقودها. يعني واش نقول لكم بور ليستوار كومون بريزيرفي لو شيف دو لا ريفوليسيون دون ان ترو كان ما يخرجش لو كان ما لقاش ربي سبحانه مثلك من جهه اخرى من ما يخرج هو سي بلوكي ما يسمع ما يشوف ما والو ويقدموا بشويه وين كاين الهواء يمشوا يلقى الضوء تبع الضوء حتى خرج بزود حجرات شاف رحمه ربي. ثلاثه الايام ونحن نقاوم وربع الجالي وانتصرنا ودينا الذخائر والذخيره ودينا الأسلحة واستشهدوا منا شهداء رحمهم الله وانتصرنا والحمد لله رب العالمين. هذا ماذا بعد معركة الجرف؟ الاستعمار لم يتقبل الهزيمة وراح ينتقم من المدنيين العزل. طلع العسكر جاي مرد قلت هذوك خرجوا وطلعوا لهنا لقى ذوك مع العزوز واش ديروا هنا؟ قالوا هذه بلادنا هذا حاطين هنا. ايه درباهم هما الرجال الاثنين لهذوك النخلات وتير عليهم ثم خلى العزوز والطفل الصغير هزوها شنقوها هك من اليدين سلبوها من يديها سلبوها من رقبتها سلبوها من وذانيها. ولادك وهذوك الاخرين اللي كانوا معاهم هم الولاد تي ذوك قلت لك واحد هرب هلي البد حمدها وسكته في المز ومحمد ميت قال ادوه قتلوه شيء اللي عملناه في فرنسا
والشيء اللي انتخموه الفرنساويين من ناحيه الحيوانات من ناحيه الشعب رجعوا للبوادي يعذبوا فيها عذاب اليم. طلعت الاستعمار من بين الشهداء اللي راهم استشهدوا بخوش محمد مصدرات المعروف لما استشهد غدوه من ذاك هزوه في دباب وداروا فيه في وسط الشعب وهزوا الدماغ نتاعو وشافوا الشعب كامل. هذه فظاعه الاستعمار اللي راهو يوري للشعب باللي هم القوات نتاعكم حكمناهم احياء وقتلناهم وباش يعني الصوره تفشل. 52 سنه مضت وفي ذاكره الشهود صور راسخه للابد. انا الصوره اللي نشوف فيها ذهنا في ذهني للمجاهدين وللوحده نتاع المجاهدين والصبر نتاع المجاهدين وما قدروش فيها رغم الشر والتعب ما يرقدوا لا في الليل في النهار وما استسلموش. كان اللي كلا البعير ميتين عندهم بعض الشر يجي ليه ناحية الهم ويشو يكل المجازي ما كانش لهذه ما كانش بعد ما قتل الظرف انها بطلقاتي لهذه ما كانش لا بطيش يتنين بطيش يجي شيف هي منطرة دي فرصة هنا يعني كونفنونس هذيك الفترة في الحقيقة نقول لك الشجاعة اللي عندي ثم ظروف ما عنديش بحيث ثم أنا حرجان وجيعان لكن الخوف هذا ما نعرفوش الكل. هذه من قوة الأيمان والصدق الأيمان وكان الشعب مهب للثورة وكان الشعب هو الأساس هو الوحيد هو الركزة الوحيدة هو الشعب الجزائري. للآن يعني من وقت من 55 للآن نرقد في الليل نرجع نلقى روحي نفركل ونلقى روحي في الكروشات يعني حتى الآن حتى الآن شيء اللي نتصور فيه الوقت ذاك كما قال في حامي الله يرحمه بعد ما خرجنا مشينا صلبينا في واحد الواد صفية حسيني صفية حجر صفية وقال لنا قال واسمعوا يعني قال الاستقلال راهو يلحقوا منكم كان طويل العمر الله قال يلحقوا كان طويل العمر وهكا كان وشيحاني مين كان يعمل في خطاب في راس الطرفه يقول اشهدوا علي يا هذه الجبال ويا هذا الكفان والكفان ترد عليه ويا هذا الحيوان ويا هذا البشر اشهدوا علينا باللي نحن رانا مجاهدين مجاهدين في سبيل الله والاستقلال. اكتب خرجت الجبل عندي زوج اهداف انا أول استشهد ولا لحظة الاستقلال أنا خيبتي متو ستة خيبتي من يوم أبي متو ستة أعمامي ولدت أعمامي بحول شبلة 24 اللي استشهد قلت لهم استشهدنا 24 بالنقمة بتاعي خيبتي ستة. لو كان جات الدنيا الدنيا نصورها كما فيلم الرسالة والله يا شباب نقول لك في ليلة الخروج اللهم مثل كما اليوم مثل كما ليلة الرسالة كما في الفيلم تاع الرسالة يديروا تاع الفيلم الرسالة تاع السكاكين والله نفس الموضوع مخلطة والله لا تعرف شيء. ذكرى هذه تبقى في مخي ونبلغها لأولادي وأولاد أولادي وللأجيال. خاطب جبل الجرف ذكرى كفيض من الأمجاد والشيم يا حصن تاه على الأعلام والقمم يا جرف يا قلعة النصر الذي صدحت أصداؤه في مناحي سائر الأمم وسجل الدهر في تاريخه صحفا مليئة بالفدا والنبل والشمل إنا نحييك إنا نحييك والأفراح عارمة وننحني لكهوف فيك معتصم قد جاهدت فيك أبطال هنا قد جاهدت فيك أبطال لنا صمدوا هنا كأزد الشرى ذودا عن الحرم. اللهم ارحم الشباب اللي سقطوا ميدان الشرف يا رحم الراحمين اللهم ربي ارحمهم برحمتك يا شهداء قلعة الجرف يا شهداء قلعة الجرف ربي يرحمكم برحمته ويرحمكم الله يا كريم.